فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة للسنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة أو بعدها، هل الأفضل فيها كلها أن تكون في البيت؟ نعم، الأفضل في الرواتب أفضل صلاة المرء، يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.